نيل فيل جيل بيل نيل بلادي بلادي فؤادي عبادي عبادي سماتي بمعنى صفاتي سماتي ما أبهى. لو قلت لك حلل حلل بلادي هنقول ايه؟ بلادي 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 نيل بلادي ما أبهى يجري الخير يجري الخير في دلتا يجري هو معنى النيل يجري يعني بيجري بيجري بعكسها يقف يجري هنا يا اولاد يعني ينتشر يجري ينتشر وعكسها ايه؟ يتوقف يجري النيل يعني النيل ايه؟ يجري الخير في دلتا يعني ينشر الخير في دلتا النيل يجري الخير ما معنى الخير؟ الخير أي الرخاء وعكسها الشر جمع الخير الخيرات يجري الخير في دلتا يجري لو عملنا يجري عائلة كلمة نقول إيه؟ جاري يجري مش فعل بنجيب بعدها اسم جاري مجال تجري أجري يجري الخير في دلتا طب لو حللنا كلمة يجري 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 الخير في دلتا لو قلت لك استخرج اسم مجرور هتقول ايه؟ دلتا ليه؟ اصل جت بعد حرف جر جت بعد حرف جر في يسقي الناس ما احلاه يبقى قلت لك يجري الخير في دلتا ينشر النيل الخير في دلتا النيل لو قلت لك سؤال اين يجري نهر النيل؟ يجري نهر النيل فين؟ في دلتا في دلتا مصر يسقي الناس ما أحلاه يبقى ماذا يفعل؟ نهر النيل يسقي الناس يسقي يعني ايه يسقي يا اولاد؟ يروي وعكسها يضمئ يضمئ يبقى يسقي يروي عكسها ايه؟ يضمئ بس لا ويعطش يعطش طب مشددة يسقي يروي وعكسها يضمئ ويعطش ما أحلى يسقي الناس ما أحلى أحلى يعني إيه؟ أجمله وعكسها إيه؟ أقبحه يسقي الناس ما أحلى هو إيه نهر النيل بيعمل إيه؟ بيسقي الناس أو بيروي الناس يبقى ما فضل نهر النيل على الناس؟ يسقي الناس ممكن أقول لك ما فائدة نهر النيل؟ بيسقي الناس يسقي الناس ما أحلى يسقي لو جيت عائلة كلمة يسقي أقول إيه؟ يسقي فعل فهبدأ باسم ساقي تسقي أسقي يسقي ساقي تسقي أسقي وممكن سقاية ما أحلى ما أحلى يعني ما أحلى أي ما أجمله طب أحلى بعائلة الكلمة أحلى فعل ولا اسم تعال كده نبص ما أحلى اسلوب التعجب اللي بيجي بعد ما اتفقنا ان هو ايه فاعل لما باجي اجيب خريطة الكلمة بتاعته لازم احط الجملة بتاعته جملة تعجب بكتبها اول بعد كده بكتب فاعل ما أحلى
يعني دي فعل ببدأ باسم حلو، حلو يحلو تحلو حلاوة يسقي الناس ما أحلى يسقي. لو جه في امتحان قال لك هات على وزن يسقي، يسقي يروي يبني يسقي يروي يبني يحكي يجري يسقي الناس ما أحلاه، يسقي الناس ما أحلاه. أحلاه إيه؟ أخذناه في الوزن، على وزن أحلاه أغلاه أسخاء أبهاء أصفار أصفار. يبقى معايا كده الأوزان أبهاء أحلى أغلى أسخى أصفى ميل فيل جيل ميل بلادي فؤادي عبادي عمادي سماتي يسقي يروي يبني يحكي يجري نيل بلادي ما أدهى يجري الخير في دلتا يسقي الناس ما أحلى الناس أن نا سا أن نا سا نيل بلادي ما أدهى يجري الخير في دلتا يسقي الناس ما أحلى. طبعا يا ولاد بعد شوف الفيديو افتح المذكرة على الجزء بتاع الثلاث أبيات الأولين وحل التدريبات اللي عليهم إن شاء الله بالتوفيق والتفوق الدائم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.